مرحبا بحضراتكم معنا مرة تانية، تغطية خاصة في الحياة اليوم عن أهم الملفات اللي تم التعامل معها بشكل مباشر في 2018 ومردودها على الأرض بالنسبة للمواطن المصري. بقينا ملفين، ملف التموين وملف الكهرباء. في التموين بيشرفنا يكون موجود معنا دكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية. وفي الكهرباء هيكون معنا دكتورة أنهار حجازي، عضو مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. أنا برحب بحضراتكم، وخلوني أبتدي مع دكتور إبراهيم عشماوي، لأنه طبعا ملف التموين مليان تفاصيل كتيرة، واحنا بنتكلم عن السلع الغذائية، الأسعار، ضبط الأسواق، نزود العرض علشان طبعا يحصل توازن في السعر نوعا ما. ويمكن كتير من الشغل حصل في القصة دي دكتور إبراهيم فيما يتعلق بتنقيط بطاقات التموين، المنافذ التجارية الجديدة اللي تم افتتاحها. يعني لو نظرة سريعة كده 2018 عملنا ايه اللي حققناه يا دكتور؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك، وكل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه الاعياد. الحقيقه 2018 طيب. كانت سنه ذاخره بكثير من الانجازات بالنسبه للوزاره. الحقيقه على صعيد الاستثمار فقد تم استثمار ما يقرب من 6 مليار جنيه، سواء في مشروعات إنتاجية أو في مشروعات استثمارية خاصة بالمناطق اللوجستية من قبل مطورين. الحقيقة بالنسبة للمنافذ التجارية قدرنا نصل إلى 968 منفذ ما بين منافذ جديدة ومنافذ تم تطويرها. قدرنا أن احنا نأمن احتياجات البلاد من سلع غذائية أساسية، سواء في الأقماح والحبوب والسكر والزيوت. وقدرنا الحقيقة أن احنا نصل إلى احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يقدر بأربع شهور مقارنة بثلاث شهور في السابق، ودي نسبة عالمية تعتبر من النسب المتميزة للغاية. على صعيد آخر بالنسبة للمخازن، قدرنا أن احنا نصل إلى مخازن بطاقة تقدر بمليون طن، فضلا عن تخزين أقماح وصلنا إلى طاقة تصل إلى 3 مليون طن تخزين، ودي الحقيقة برضو مقارنة بحجم الاستهلاك وحجم الواردات وحجم الإنتاج المحلي بتعتبر من النسب المتميزة. فالحقيقة 2018 كان عام متميز بالنسبة لوزارة التموين والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية، سواء في موضوع تأمين السلع الاستراتيجية الأساسية أو في حجم الاستثمارات المتدفقة في مناطق لوجستية ومراكز تجارية وأسواق. وأحب أقول إن احنا غطينا ما يقرب من 20% من محافظات مصر فيما يتعلق بالأسواق والمناطق اللوجستية، وهي في حيز التنفيذ، وإحنا بنتكلم ونتحدث عن استثمارات ضخمة للغاية قد تصل إن شاء الله بنهاية ما يقرب من 20 ل 25 مليار جنيه. والأهم من هذا إن هي بتوفر فرص عمل كثيفة قد تصل إلى 40 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالي 160 ل 200 ألف فرصة عمل غير مباشرة. فالحقيقة على مستوى الاقتصاد احنا نجحنا ان احنا نرتقي بمساهمة التجارة الداخلية والقطاعات المرتبطة من 17% الى 18%، وقدرنا ان احنا يكون لنا حصة من اجمالي الاستثمارات على مستوى الدولة في 2018 تقدر ب 5% من اجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في قطاعات مختلفة. طيب كمان في نقطة مهمة جدا، واحنا دايما كنا بنطالب انه الدعم يوصل لمستحقي تنقيط بطاقات التموين، نعرف مين بالفعل اللي يستحق، انه كان في عرفنا تعاون وتنسيق مع كل جهات الدولة كل الوزارات علشان بالفعل نوصل للناس، يكون عندنا قاعدة بيانات. ايه اللي تم في 2018 وايه اللي مكمل معانا في 2019 يا دكتور؟ الحقيقة برضو على صعيد الدعم زي ما حضرتك عارفة والسادة المشاهدين ان الدعم في الخبز وفي السلع الاستهلاكية وصل الى ما يقرب من 87 مليار، وطبعا القيادة السياسية فخامة الرئيس لما الحقيقة ادى تعليمات ان حجم السلع التموينية الاساسية على البطاقة يرتقي من 21 جنيه الى 50 جنيه، ده الحقيقة ادى اتاحة اكثر لفرص
الحقيقة إن المواطن يقدر يكون عنده تنوع في السلع التموينية. الحقيقة برضو في نفس السنة وعلى نفس المضمار تم تصفية مجموعة من الغير مستحقين للدعم، سواء كان هناك بطاقات مكررة أو هناك تكرار لنفس البطاقة في بطاقات تموينية، أو ناس كان توفاهم الله وما زالوا كانوا على قائمة المستحقين للدعم، أو ناس هجرت إلى الخارج. فهناك الحقيقة ولأول مرة بعد تكامل قواعد البيانات ما بين كافة أجهزة الدولة، والحقيقة أحب النهاردة أن أنا أنوه بالدور المتميز لهيئة الرقابة الإدارية في تكامل قواعد البيانات بين الجهات المختلفة، الأمر اللي خلى هناك سهولة ويسر في التعرف على من كان هناك لديه تكرار في البطاقة التموينية وخلافه. طبعا هناك بعض الشكاوى يتم النظر فيها والتفت إليها. جالنا على مدار الشهر السابق الحقيقة من نوفمبر لديسمبر ما يقرب من 600,000 شكوى وتظلم من ناس تم حذفها من البطاقات. بينظر في هذا الموضوع، وكان هناك تعليمات من معالي الوزير الدكتور علي مصلحي لتقصير زمن الشكوى من 10 أيام إلى أسبوع.